قال وزير الزراعه المهندس خالد الحنيفات ان القطاع الزراعي واجه عقبات وتحديات عديده، ابرزها فتح اسواق جديده لتصدير الخضروات والفاكهه وتذليل العقبات امام استيراد وتصدير المنتجات الزراعيه. واضاف الحنيفات خلال لقاء في مركز حمايه وحريه الصحفيين ان استمرار اغلاق 75% من الحدود يقف عائقا امام القطاع الزراعي. وحول زراعه القمح لفت الوزير ان زراعه القمح في الاردن تحتاج الى نحو مليار متر مكعب من الماء حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مخزون الأردن من القمح يكفي 15 شهرا وهو مؤشر إيجابي. وكشف عن البدء بإنشاء 3 مصانع لوزارة الزراعة لدعم مدخلات الإنتاج، وأن الوزارة ستعلن عن إنشاء بنك البذور الوطني في منطقة عين الباشا. تم الإشارة إلى حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية والبنك الوطني للبذور والحلول غير التقليدية التي اخترعها المركز الوطني من خلال إدخال محاصيل غير تقليدية، سواء كانت على الصعيد العلفي أو كانت على صعيد النباتات الطبية والعطرية. إنشاء جمعيات كبرى سيتم إن شاء الله دعمها من قبل الوزارة ضمن شروط معينة، وأيضا تعليمات لإنشاء هذه الجمعيات تم صدورها حديثا ونشرت في الجريدة الرسمية لمن يستطيع إنشاء الجمعيات، هم أصحاب الحيازات الزراعية أو المستأجرين لحيازات زراعية وأيضا مسجلين لدى وزارة الزراعة بأنهم مزارعين. هذه الجمعيات إن شاء الله سيتم إنشائها من خلال التعديلات زي ما حكينا على القانون والأنظمة في مناطق الوسط والشمال.